طيب خد بالك، خد بالك كويس من السؤال. هل يمكن أن تغير مدير فني بعد بداية المشوار؟ يعني وانت في نص الموسم، وخصوصا إذا كنت فريق كبير دايما بيبحث عن بطولات. في ناس تقول لك أن تأتي متأخرا أفضل من ألا تأتي على الإطلاق. الكلام ده ليه علاقة طبعا ببرشلونة وعشاق برشلونة، لأنه في كلام كتير جدا على رونالد كومان المدير الفني، وسمعنا عن ترشيحات أو بعض الأسماء اللي قالت أنه يورجن كلوب ممكن يكون هو خليفة كومان المتوقع في البارسا. في ناس طرحت اسم تشابي. هنتكلم على البارسا وهنتكلم على مان يونايتد وهنتكلم على ليفربول وعلى تشيلسي اللي مكسر الدنيا، وبالتاكيد لازم نتكلم على المان سيتي ونعدي على بي اس جي وناخد حضراتكم في جوله كامله كده في ملاعب الكره العالميه. اسمحوا لنا بس في البدايه نرحب بضيوفنا دكتور وليد الحديدي، بيشرفنا بعد غاب عنا الاسبوع اللي فات وافتقدناه، بيوحشنا طبعا دايما. اهلا بيك يا دكتور. بعتذر طبعا، يعني خالص. انت عارف يعني اسعد عارف. وقت بالنسبه لي هو اللي بكون موجود فيه على شاشه قناه الاهلي ومعاك، بس الظروف بقى. واحنا بنسعد بيك دايما دكتور وليد. والصاعد الواعد العالمي مينا ماجد طبعا محلل الكره العالميه، اهلا بيك يا مينا. كابتن احمد، ايه الاخبار؟ مستمتع بيك دايما. دايما انا اكتر صدقني. طيب قبل ما ندخل في قصه البارسا والدوريات والكره الممتعه الحلوه اللي احنا بدانا نتابعها مع بدايه الموسم، خليني ابتدي معاكم بلقطه كده مع مباراه اياكس امستردام وفورتونا الهولندي في مباراه في الدوري، لان انا الحقيقه ملاحظ انه اياكس مهما غاب عنه نجوم، طبعا ده ملخص المباراه، مهما غاب عنه نجوم وباعوا لعيبه يظهر في كل موسم بنسخه ثانيه رائعه، اسماء وصفقات محدش بيسمع عنها، لكن دايما في الحفاظ على مدرسه الكره الهولنديه، مدرسه اياكس الممتعه، التيكي تاكا، الكره الجماعيه. هنشوف الاهداف، وزي ما حضراتكم شايفين ده الهدف الاول، الهدف الثالث والرابع الحقيقه ممتعين. دي كره طبعا عرضيه، استلام اكتر من رائع، باس تصليح، وبصوا التكتل الدفاعي. يعني هو الحقيقه حاجه من اللي بتميز فرق زي اياكس وزي بروسيا دورتموند قدرتهم على ان هم يكسروا اي تكتل دفاعي. الماتش الاخراني اللي قبل ده اياكس كان كسبان فيه بنتيجه 7 بنتيجه 9-0، استلام وتخليصه في جزء من الثانيه، استلام بالشمال وتخليصه باليمين، هدف ثالث لاياكس امستردام. طبعا انت بتتكلم على واحد من اهم مصادر، اكبر الاسماء اللي صدرت مهاجمين لاوروبا، يعني غلطه دفاعيه طبعا. شكرا على حسن تعاونكم. بنتكلم على ميدو، بنتكلم على ابرا، بنتكلم على لويس سواريز. لا ولو رجعت بقى في التاريخ ده انت بتتكلم على يوهان كرويف. طبعا يعني طبعا يعني طبعا، يعني ده الموضوع بادئ من بدري قوي. يعني انت بتتكلم، كل الناس بتتكلم عن دي ان اي برشلونه والتيكي تاكا برشلونه واللمسيه برشلونه، كل ده صناعه فلسفه يوهان كرويف. وهو حتى الاسبان والكتالونيين معترفين بده في فكره الكره الشامله، بدات من هولندا. هولندا طبعا، رينو سميتشلز والمنتخب العظيم اللي اشتغل في السبعينات وكان قريب من انه يكون بطل العالم، وطبعا الجيل اللي بعد كده. لو ممكن نرجع الجون تاني ده، الجون الاخير الكره النهارده بقت حلول، ازاي ممكن تلاقي الحل، وخصوصا لو الفريق اللي قدامك متكتل، والجمله اللي احنا شفناها ده الهدف الاخير. نبص على الكره كده من اول هنا، نشوف التحركات والاستلام والمساحات اللي بتتحرك فيها لعيبه اياكس امستردام، لغايه ما وصلت بالكره من نص ملعب الخصم لغايه تقريبا جوه ال 6 يارد. اختراق طبعا من لاعب اياكس، باس تمريره، الكره متسدده تقريبا من على السكس يارد. كره حلول، الذكاء في انك انت ازاي تتحرك وازاي تستلم وازاي زميلك يتحرك في المكان الفاضي، عشان ده اللي احنا بنتكلم فيه دايما. انت معجب بهولند شكلك، لان انا اول ما قلت لك على هولند لقيتك يعني متحمس جدا. انا بحب هولند وبحب اياكس جدا بالمناسبه، يمكن يعني من اكتر المدارس، ويمكن عنده برضو فكره انه بيعرف يحيي بعض اللعيبه. يمكن نشوف ديفيد كلاسن بعد رحله مش ناجحه قوي في المانيا، وبعد كده راح ايفرتون، رجع تاني تالق بشكل كبير. أيوة. بس ان هولر يمكن السترايكر بتاعه طبعاً. بعد انتر فرانكفورت ده سوبر هاتريك، ده اول لعيب بيجيب في اول ماتش ليه سوبر هاتريك من ايام فان باستن. فمن فتره طويله جدا بيعرف يحيي النجوم تاني. وايريك تين هاج من افضل المديرين الفنيين في اوروبا. أيوة. وبيلعب ال 4-3-3 الواضحه جدا الهجوميه جدا، وعنده لعيبه كتيره خدماه، وعنده مواهب كتيره عارف يطلعها، يمكن انتوني وديفيد ناريس طبعا. وحتى تاديتش اللي كان في ساوثهامبتون وقدم فتره مش الافضل في الاخر، جابه احياء مره تانية واحد من نجومه وبقى كابتن الفريق. أيوة. هي عنده حلول كتيره جدا، واكس بتقدم. واللي شبهه في الدوري الالماني دورتموند، دايما عنده القدره انه مهما يصدر جديد. نجوم
الصفقه الجديده يمكن دونيل مالين هو اللي جه مكان جيدن سانشو ويبدو انه يعني اخذ على الاجواء سريعا. لا هي حقيقه كره دورتموند دايما حتى وان كان مش فريق بطولات قوي وان كان الحقيقه بيقدم دايما كره قويه وكره ممتعه. هولاند طبعا بنيو لوك السنه دي حال. انا جايب لكم المباراه دي مع يونيون برلين عشان الجون الرابع بتاع بروسيا دورتموند. جون اكتر من رائع للنرويجي ايرلينج هولاند. ده الهدف جون. يعني اولا يعني ايه الجمال ده؟ يعني ايه الحلاوه ده؟ احنا بص احنا ممكن نكمل لاخر الحلقه نتكلم عن الجول. أيوة أيوة. يعني شوف اولا التحرك الرؤيه انه ياخد المدافع في ظهره بالقوه دي ازاي واخد القرار بيشد وبيحاول أيوة. بالقوه الجسمانيه بياخد وباصص من بدري أيوة. وعارف الحارس متحرك ازاي وبالرجل العكسيه ووضع جسمه مش معدول وبيتتحط بالمقاس في الوقت والمكان المناسب علشان يبقى هدف ده يعني يدخل بوشكاش من دلوقتي. صحيح. لا طبعا هالاند من اللعيبه المهاجمين اللي بيمتعوك واللي بيعمل كل حاجه ممكن تتخيلها واللي هو في المرحله اللي هو فيها دي انت بتتكلم عن ارقام مذهله في السن اللي هو فيه ممكن لو مشي بنفس الوتيره ونفس المعدل في احراز الاهداف هيتخطى حتى كريستيانو رونالدو اللي احنا بنتكلم عن انه صاحب الارقام الاعجازيه في كل شيء. واعتقد ان هالاند لو كانت محطته القادمه مع فريق كلاس ايه طبعا بروسيا دورتموند فريق كبير وكل حاجه لكن في الاخر مش كلاس ايه في اوروبا لو المحطه القادمه الموسم الجاي كلاس ايه اعتقد هالاند ممكن يكسر كل الارقام الممكنه. تتمنى يروح فين يا امين؟ اتمنى يروح الدوري الاسباني. اسباني او الانجليزي طبعا هو هيليق جدا على الدوري الانجليزي نفس البروفايل القوه البدنيه بيعرف يتحرك بيعرف يجيب الاجوان باسهل طريقه ممكنه بالنسبه له. مش سيتي بصراحه يعني لما فاوضوا هاري كين قلت لهم يا جماعه هولندا يا جماعه سايبين هولندا ليه يا جماعه؟ الفكره ان هولندا مش شبه مانشستر سيتي اعتقد ان في نادي من الاثنين هيبقى مناسب جدا لتشيلسي لكن جابوا رومانو لوكاكو او يروح بايرن ميونخ وده شيء مرتاح جدا وده شيء مضمون هيضمن النجاح هناك. هيبقى طعنتين ليفاندوفسكي وراه هولندا هو يعني هيبقى اوفر جدا دايما الصناره دايما بيصطادوا السمك من شبكه بورصه دورتموند طول عمرهم يعني. طيب انا هديكم الحريه تختاروا الدوري اللي تحبوا ان احنا نبتدي بيه يعني كل الدوريات ابتدت والدنيا ابتدت تسخن خليني اشوف كده من وجهه نظر دكتور وليد مثلا. لا طبعا ايه الدوري خلينا في الترتيب المنطقي نبدا بالبريمير ليج على طول. هو طبعا اهم حاجه في البريمير ليج في الاسبوع اللي فات كانت المباراه اللي جمعت بين ليفربول وكريستال بالاس بما انه طبعا هو النادي اللي عينينا كلنا بنروح عليه باعتبار محمد صلاح متواجد فيه. والحقيقه ليفربول يعني عمل حاجه كالعاده يورجن كلوب بيبهرك بالتفاصيل يعني اللي يتابع المدرب ده هو مدرب التفاصيل الصغيره يورجن كلوب. فلما كانت المواسم اللي فاتت مواسم استغلال الاوت ورميه التماس بقى الموسم ده واضح من اوله انه بقى استغلال الركلات الركنيه. احنا بنشوف اهو بعض الصور للاهداف ده هدف صلاح طبعا التلات اهداف اولا التلات اهداف من ركلات ركنيه جايه من ركلات ركنيه وطبعا هم التلات اهداف للعيبه افارقه صلاح وماني و ونبي كيتا والتحرك استاذ احمد يعني فكره اولا اللي بيلعب الكوره اقصر اثنين او اللي بيحرزوا اهداف اقصر اثنين في الملعب فدي تكسر فكره ان لازم لاعب طويل هو اللي ياخد الكوره في الكورنر. لا انت لو عامل تكتيك وراسم الموضوع صح ومحفظ لعبتك صح اي حد ممكن يجيب اجوان لان الكوره اتلعبت من سيمي كاس الاول الركله الركنيه من ناحيه الشمال دخل فيها محمد صلاح اللي كان واقف في حته فضى نفسه فيها او زمايله فضوا له المكان لعبها كان ممكن تدخل هدف كان واقف ساديو ماني في الحته اللي مرسومه له اللي يورجن كلوب قال له توقف في المكان ده تمام. في الشوط الثاني بنفس الطريقه بس تبدلت الادوار كان ساديو ماني هو اللي كان واخد دور محمد صلاح وكان جنبيه فان دايك فتهيئت الكره لمحمد صلاح اللي كان واخد نفس مكان ساديو ماني بتاع ده الأول. من الصدفه دكتور وليد يعني ده شغل مستحيل. مدرب طب خلينا نعرض احنا مجهزين كده احصائيه خاصه باستغلال الركلات الركنيه او يعني ليفربول بيعمل ايه بالضربات الركنيه الاحصائيه دي على مستوى الدوري الانجليزي دي من بدايه الموسم اللي فات علشان تعرف ان الموضوع مش هباء ليفربول من بدايه الموسم اللي فات هو اكتر فريق في الدوري الانجليزي احرز اهداف من ركلات ركنيه جاب كام بقى 16 هدف من ركلات ركنيه اقرب فريق ليه هو تشيلسي ب 13 هدف والفريق اللي بعدهم ايفرتون 12 هدف ثم ويست هام 10 اهداف ومان سيتي 10 اهداف ثم ياتي البقيه فكره ان انت تجيب 16 هدف منهم مؤكد اهداف جابت لك ثلاث نقاط واهداف رجعتك لمباريات واهداف غيرت شكل او ترتيب مركزك 16 هدف
يعني في انت بتتكلم في 38 مباراه بتلعبها من الاسبوع او الموسم اللي فات، وبتتكلم في حوالي 5 مباريات الموسم ده، يعني بتتكلم في حاجه و40 جبت منهم 16، بمعنى ان انت تقريبا كل 3 مباريات بتجيب هدف من كورنر. وانت اساسا ليفربول مش فريق يحتوي على اصحاب، مش لوكاكو، ما عندوش لوكاكو، ما عندوش ابراهيموفيتش، ما عندوش هاري كين، ما عندوش المهاجمين الطوال اللي بيستغلوا، لكن تكتيك يورجن كلوب هو اللي بيتغلب على ده. انا بس انا ليه حبيت اتكلم في النقطه دي تحديدا؟ لان الكره المصريه تعاني من عيب خطير جدا، عدم استغلال الركلات الركنيه على الاطلاق. بالعكس، احنا لما منتخب مصر بيطلع يلعب في مباريات خارجيه والانديه المصريه تلعب في مباريات خارجيه، بتكون احدى نقاط ضعفنا التعامل السائد الدفاعي مع الركلات الركنيه اللي المفترض تبقى عامل ايجابي لينا، فاصبحت لا مش عامل ايجابي بل كمان عامل سلبي. اتمنى نشتغل عليها في قطاعات المشي. احنا نعاني ركنيا هجوما ودفاعا. مينا، تحب دوري انجليزي نتكلم على رونالدو؟ نبتدي بكريستيانو، ابتدي بتشكيله المان يونايتد تحديدا. يعني ناس كتير جدا كانت شايفه انه اليونايتد بالتشكيله دي وبالصفقات اللي عملها هيكون يونايتد اكثر قوه، اكثر ابداعا. هل شايف انه ده حاصل ولا لسه اليونايتد ما جاش؟ لسه ما جاش. كنا بنتكلم حتى في الاسبوع اللي فات والمشكله بتاعت يانج بويز، وفوز برده صعب جدا جدا بشق الانفس الاسبوع اللي فات قدام ويست هام، بيلعبوا في ملعبهم وهو واحد من اصعب الملاعب، ولكن برده يوريك انه في لسه مشاكل. يعني سكواد اليونايتد قماشه جيده تعاني من مدير فني مش على مستوى الحدث، ولا شايف انه اللعيبه هي السبب في التراجع؟ ما زلت شايف ان سولشاير قال شويه من مانشستر يونايتد هو اداري ناجح جدا، قدر انه يبني سكواد ممتاز في رايي، افضل سكواد من ام سير اليكس فيرجسون. صحيح، كل شيء اصبح موجود، يمكن بس كنا بنتكلم في مركز الدستروير لسه، وسكوت ماكتومي رجع الماتش اللي فات، فبشكل كبير قدر يغطي المشكله دي. المشكله ويمكن حتى الماتش اللي فات انقذ المباراه في الاخر ديفيد دخيا بضرب جزاء صدها في الدقيقه 95. أي، بعد ما المدير الفني نزل مارك نوبل مخصوص، هو يعني هو المسدد رقم واحد في الفريق، ويمكن مارك نوبل ليه رقم لطيف جدا انه اقدم لعيب، يعني ذا لونج سيرفنج، اكتر لعيب لعب لنادي واحد في البريمير ليج، داخل في 19 سنه وشويه دلوقتي، انقذهم وكان بقاله كتير جدا ديفيد دخيا. يمكن الجماهير نفسها انتقدته بشكل كبير من بعد فاينل اوروبا ليج السنه اللي فاتت، وانه قعد 27 ضربه جزاء بتخش فيه ما اعرفش يصد. فطبعا مشاكل في مانشستر يونايتد يقدر يعالجها سولشاير، ولا شايف انه الافضل من وجهه نظرك الافضل انه يجي مدير فني حتى لو الموسم ابتدى؟ صعب، انا اعتقد انه ممكن يرحل في نص السيزون، لكن ده في شرطين. اول حاجه ان تكون الامور سيئه جدا في الدوري. خد بالك ان احنا عندنا تجربه تشيلسي السنه اللي فاتت، دي حقيقة. يعني قوي قلب الادارات. دايما يعني هو دايما كده حد يحمل المشعل. فعلا القرارات دي قرارات مصيريه، يعني فكره انك تغير مدرب لفريق بينافس في مستوى تشيلسي ومان يونايتد يمينة، فده قرار مصيري محتاج حد شجاع ياخد القرار. طبعا مفيش اشجع من ابراموفيتش، يعني ده ما بيفرقش معاه. فالراجل خلص الموضوع على طول، فاعتقد دي هتكون يعني او حدث ملهم لكل الادارات اللي ممكن تعاني. وان كان انا اعتقد برضو انا متفق مع مينا انه صعب يحصل ده، هم هيدوا له لنهايه الموسم الفرصه، واذا لم يحقق بطوله كبيره سواء دوري او دوري ابطال اعتقد انه راحل. سانشو علامه استفهام. جيدن سانشو في رايي كان واحد من افضل اللعيبه البروميسنج اللي طالعه في المانيا جدا، ولكن برضو في بعض النقط لازم نتكلم فيها كتير. هبدا حديث عن سانشو يمكن من الصيف، وضربه الجزاء اللي ضربها في الفاينل قد تكون لسه كانت شويه مأثره عليه، كان فاينل يورو، فاينل يورو على قراره هو او بوكايوساكا. سانشو لعيب كل جمهور مانشستر يونايتد بقى اكتر من سنتين مستنيه، ودي الصفقه الاطول في فكره ان المفاوضات وننزل 120 مليون يورو ونجيبه السنه اللي فاتت ب 75 مليون يورو بس. لعيب صغير عنده 21 سنه، عنده نقله كبيره في حياته في رايي برضه من الدوري الالماني مهما كان للمنافسات في البريمير ليج، فلازم الجمهور يستنى عليه شويه. تاني حاجه انه سانشو حتى دي اللحظه في رايي لسه حظه وحش. الماتشات اللي شارك فيها، اول مباراه كان فيها تنافسيه عاليه جدا، بعد كده لما ابتدى يلعب في الشامبيونز ليج قدام يانج بويز حصل الطرد بتاع ارون وان بيساكا، فاضطر انه لازم ينزل ديجو دالو، وده معناه ان لازم ابدا امن شويه دفاعيا، فهشيل مين؟ هطلع جيدن سانشو اللي برضه لسه مش محظوظ. لسه سانشو ما اخدش بالشكل الكبير، واللي برضه مش خادم قوي جيدن رونالدو سانشو. وجود رونالدو في الفريق يظلمه؟ بالعكس، انا شايف ان وجود رونالدو يزيده، لكن يزيد. مشكلته الاساسيه انه لما كان بيلعب في بورسيا دورتموند فترات طويله كان دايما الباك اللي وراه اشرف حكيمي، كان بيساعده كتير انه يقدر يعمل اوفر لابنج ويضم هو، ودي النقطه اللي بحبها. شخصيه رونالدو يعني دايما بيلعب انا صاحب الكوره، يعني مطلوب من كل اللعيبه في الفريق انها تبص الكوره بيخدموا عليه، وده شيء بيحبه جيدن سانشو. جيدن سانشو بطبعه اسيستر اكتر ما هو مهاجم هداف، وده شايفه هيخدمه. ولكن المشكله يمكن في رايي ان المدافع اللي وراه ارون وان بيساكا مدافع
دفاعي جدا، صبغته الدفاع مش بتساعد. نروح سريعا جدا لارقام جيدون سانشو في الموسم الاول مع مان يونايتد. هو طبعا كان واحد من الصفقات الواعده زي ما يعني اتكلمت مع مينا، كنا منتظرين منه انطلاقه افضل، لكن لسه منتظرين ده لانه لعب 6 مباريات ما احرزش اهداف ولا صنع اهداف ولا صنع فرص، وده طبعا غريب جدا على حتى الفورمه اللي كان بيها مع بروسيا دورتموند. صوب تسديده واحده على المرمى تخيل في 6 مباريات، حتى ما جاتش بين الثلاث خشبات. تمريراته صحيحه 86%، لكن هي قليله لانه مرر 144 تمريره فقط، منها 124 تمريره صحيحه. عرضيات 2 وتمريرات بينيه 2 وعمل 4 مراوغات صحيحه من 10. انا الارقام دي تديني انطباع انه نفسيا لسه مش مهيئ لهذه التجربه. انا الارقام دي تقول لو انا لعبت في مانشستر يونايتد هعمل ارقام احسن هعمل احسن انا اكيد هعمل احسن من كده. انا هختلف مع مينا في نقطه رونالدو، لان انا زي ما احنا حللنا ان ده موضوع نفسي، لان احنا عارفين امكانيات سانشو طبعا وكلنا شفناها. سانشو كان رايح على انه الصفقه المنقذه لمانشستر يونايتد، والرجل اللي بتنتظره الجماهير بقالها كتير. تسمح لي اوقف كلام عن رونالدو لاني عندي مع حضراتكم مقارنه بين رونالدو وصلاح بالارقام، بس بعد فصل سريع ونرجع لحضراتكم. لما يجي اليوم اللي نحط فيه في خانه مقارنه اسم لاعب مصري في مواجهه كريستيانو رونالدو، يبقى لازم تشعر بالفخر قبل حتى ما تعرف نتيجه المقارنه ايه، وده اللي احنا هنتكلم فيه. يمكن في بدايه الحلقه اللي ما تابعناش يعني من البدايه، كان معنا طبعا نجم البرتغال ونجم اتلتيكو مدريد واياكس امستردام داني، وكنت بساله وهو برتغالي في المقام الاول والاخير، يعني كنت بساله المنافسه بين رونالدو وصلاح في الدوري الانجليزي ازاي شايفها، ورد وقال انها بالتاكيد هتكون في مصلحه رونالدو، لكن في النهايه الموضوع مش وجهه نظر ومش راي، الموضوع مرتبط بارقام وقدره كل لاعب على التاثير مع فريقه. وخليني اخدكم بقى لمقارنة صلاح ورونالدو السنة دي. احنا شفنا في سنين او مواسم سابقة صلاح مع اوباميانج، صلاح مع ماني، صلاح مع هاري كين، والسنة دي اعتقد ان المواجهة الابرز هتكون صلاح مع كريستيانو رونالدو. مرة تانية برحب بمينا ماجد ودكتور وليد الحديدي، وابتدي مع دكتور وليد. ازاي شايف، انا بتهيالي انه جزء من حلاوة الدوري الانجليزي السنة دي وجزء من المنافسات بعيدا عن الاندية بينها وبين بعض هيكون منافسة بين محمد صلاح وكريستيانو رونالدو. شوف يعني بدون اي تحيز لمحمد صلاح كلاعب مصري، لكن حاله المقارنه او حاله الازدواجيه في 2 نجوم ما عادتش موجوده بين ميسي وكريستيانو رونالدو بعد رحيل رونالدو للدوري الايطالي. رجعت هذه الحاله او حاله قريبه ليها، طبعا ميسي يبقى ميسي، لكن حاله قريبه ليها في هذا التكافؤ او في هذا المستوى من النجوميه هي مقارنه كريستيانو رونالدو بمحمد صلاح. ليه؟ لان كريستيانو رونالدو يمتلك تاريخ عريض في الدوري الانجليزي طبعا مع بداياته مع مانشستر يونايتد والارقام العظيمه اللي كان حققها في الوقت ده، ثم رحيله لريال مدريد. فجه محمد صلاح في وقت قصير جدا، بتتكلم عن 3 سنين واحنا في السنه الرابعه اهو، بيحقق ارقام اعجازيه تخطت ما حققه كريستيانو رونالدو. الارقام بتاعت محمد صلاح تخطت كريستيانو بالفعل، لكن طبعا علشان ما نكونش مبالغين يعني في الاطراء على محمد صلاح، الفتره اللي لعبها كريستيانو رونالدو مع مانشستر يونايتد كانت بدايات نجوميته، كان جناح اكتر منه لاعب مهاجم، هو دلوقتي بيقوم بدور المهاجم اكتر. ارقامه كانت كبيره، ارقامه كانت ما اتكسرتش من قبل نجوم كتير لعبوا مواسم كتير في الدوري الانجليزي. سيبك بقى من الارقام اللي طبعا اللي هنتكلم عنها والمهمه جدا دلوقتي، لكن هي الحاله هذا الاتيتيود اللي موجود في الدوري الانجليزي. صلاح كريستيانو النهارده لسه فوربس عامله تقرير عن اعلى اللاعبين دخلا في كرة القدم في العالم، وصلاح بيجي في المركز الخامس ما شاء الله، يعني بعد كريستيانو رونالدو وميسي ومبابي ونيمار. فانت بتتكلم عن لاعب هو حط رجليه اوريدي، ما عادش غريب ان احنا نقعد نقارن، لان الميديا الانجليزيه بتقارن بين العالم كله حطه في ده. وقرار انتقال رونالدو لمانشستر يونايتد كان جاي بعد ما كل برضه الميديا كانت بتغطي كسر محمد صلاح لرقم اهداف كريستيانو رونالدو في عدد مباريات اقل. فأنا مستمتع عن نفسي وأكيد كل جماهير العالم مستمتعة بهذه الحالة، وأتمنى أن إذا يعني قدر لمانشستر يونايتد أن هو يكمل في المنافسة على قمة الدوري الإنجليزي يكون ليفربول كمان معاه في هذه المنافسة حتى النهاية، لأن منافسة الناديين هتشعل أكتر المنافسة الفردية بين صلاح وكريستيانو، وهتنال هذه المنافسة التغطية اللي تستحق. صحيح، جزء كبير جدا من متعة الكلاسيكو، الكلاسيكو دي لوس كلاسيكو زي ما بيسموه، بين البارسا والريال كان الديربي اللي موجود بين ميسي ورونالدو.
هل تتوقع ان الحاله دي تكمل في النسخه دي من الدوري الانجليزي ويبقى واضح ان في صراع وفي منافسه واضحه بشكل مباشر بين رونالدو وبين محمد صلاح يا مينا؟ انا متخيل انه يبقى في ال1 تو 1، وكمان هتلاقي ان حواليهم في ناس ثانيه بتخش معاهم في الصراع، سواء لوكاكو في تشيلسي سواء هاري كين، هو لسه ما اشتغلش لكن هو جاي اكيد في السكه، مش هيقبل انه يفضل بهذا الوضع يعني. فكل نادي بقى عنده سوبر ستار فعليا قادر انه ينافس ويجابه، ويمكن ارقام محمد صلاح اعجازيه، ما القصد في الاعتبار كمان انه دلوقتي بخلاف ان يمكن محمد صلاح لاعب اقل من كريستيانو رونالدو 35 مباراه، ومع ذلك هو اعلى منه في الاهداف، ولكن المنافسه بقى صعبه السنه دي، لانه كريستيانو رونالدو النسخه اللي جت دلوقتي جت دلوقتي مانشستر يونايتد مختلف عن النسخه القديمه. النسخه اللي فاتت زي ما كان دكتور ريد بيتكلم كان لعيب وينجر اكتر، كان مهاري بشكل اكبر، دلوقتي بقى لعيب بوكس كل الفرق بتخدم عليه، بقى عنده الفينشنج بتاعه مرعب، فطبعا كل ده هيساعده انه يحرز. ولكن الناحيه الثانيه يونيتي ليفربول والطريقه اللي بيلعبوا بيها، وانه برده في الاول وفي الاخر محمد صلاح هو نجم الفريق يعني شئنا وابينا، لكن هو فعلا افضل اللاعبين هناك، ده يخلي دايما حظوظ محمد صلاح موجوده. ويمكن رونالدو اخذ هداف الدوري الانجليزي مره واحده في تاريخه هناك، كان جايب 31 جون اول سيزون لمحمد صلاح مع ليفربول، كسر الرقم ده ب 32 جون. فرونالدو في الاخر راجع تاني عشان نشوف ايه الموضوع ده محمد صلاح، لكن انا اعتقد ان صلاح هيفضل اقرب من كريستيانو رونالدو ان شاء الله. طبعا دي نسخه رونالدو الاولى مع اليكس فيكسون، هي امتع نسخه كريستيانو يعني. هو شخصيه رونالدو في الملعب اتغيرت منذ انتقاله لريال مدريد، لكن تبقى امتع نسخه لكريستيانو رونالدو هي نسخه سير اليكس فيكسون طبعا مع مانشستر يونايتد، واللي صنع منه لاعب ممتع ولاعب ايجابي على المرمى، لانه كريستيانو رونالدو كان رايح مانشستر يونايتد، كان رايح لهم عثمان ديمبلي اللي هو بيمسك الكره وبيرقص، يعني هو كل تفكيره انه يقدم مهاره ويقدم شو، لكن اليكس فيرجسون عرف يظبط البوصله بتاعته ان هذه المهاره اوريدي تكون موجوده اهلا بيها، لكن دايما بتكون تو ذا تارجت ودايما بتكون ناحيه الهدف. في يوم من الايام كريستيانو رونالدو كان متاثر جدا بعبد الستار صبري، دي حكايه فعلا بتقال طبعا، وعبد الستار صبري حكايه، والميديا البرتغاليه حتى اتكلمت عن الموضوع ده، وعبد الستار للناس اللي بتاخد كلامه على محمل التهريج يعني، لا عبد الستار صبري ده كان حاجه معجزه، حاجه صحيح. ممتعه في الكوره جدا جدا وبرضو جدا، حاجات كتير خلت عبد الستار صبري اندر ريتد وما ياخدش المكانه اللي يستحقها، حاجات كتير متعلقه بيه ومتعلقه ببعض الظروف، ويمكن عشان ما فيش سوشيال ميديا في الوقت ده ما خدش البروباجندا اللي يستحقها، لكن حقيقه تجربه عبد الستار في البرتغال كانت تجربه ناجحه جدا جدا، وكان واحد من اشهر اللاعبين في البرتغال حقيقه يعني، كانت المدرجات بتهتف باسم صبري ده، ظل الهدف بتاعه في شمايكل الايقوني من الفري كيك طبعا، هو كان حريف جدا الحقيقه. طب خلينا هروح مع حضراتكم كده لبعض الارقام المرتبطه بالصفقات اللي هي كان عليها امال كبيره جدا، او اسماء صفقه انتقالاتها هزت الدنيا زي لوكاكو زي جريليتش زي ميسي. وخلينا البدايه بما ان احنا كنا بنتكلم على صلاح ورونالدو نشوف مقارنه كده سريعا بين ارقام الاثنين مع بدايه الموسم. طبعا يعني تحقيقا بقى للكلام اللي قلناه، كريستيانو رونالدو لحد دلوقتي في تاريخ مشاركاته في الدوري الانجليزي شارك في 198 مباراه، محمد صلاح شارك في 163 مباراه، اهداف صلاح اكتر بكتير كنسبه وكعدد، 101 هدف مقابل 87 لرونالدو، صلاح صنع 40 هدف في مقابل 45 لرونالدو، صلاح خد 2 دوري وكريستيانو رونالدو خد 3 القاب، وهداف الدوري خدها محمد صلاح مرتين وكريستيانو رونالدو مره. والحقيقه اعتقد ان كريستيانو رونالدو مش هيتقبل ان في حد يكون كسر ارقامه. اجري بقى ورا صلاح يا رونالدو، يا اهلا بيك، اجري يعني اجري بقى يعني حاول تلاحق مجهز لك يا رونالدو. طيب نروح للوكاكو، برضو صفقه يعني معيار تقيل لتشيلسي، واعتقد بدايتها كانت بدايه محترمه جدا يعني. دي حقيقه، يمكن تشيلسي اخيرا وجدوا ضالتهم في المهاجم اللي كانوا مستنيينه، توماس توخيل السنه اللي فاتت كان بيعاني جدا جدا في المستوى الهجومي، يمكن الاك جي او عدد الاهداف المتوقعه كانت دايما بتبقى اقل، يعني بيبقى متوقعين عدد من الارقام معينه في الاهداف لكن بيخش اقل، لان كان مستوى التهديف سيء جدا عن تيمو فيرن السنه اللي فاتت. يمكن السنه دي لوكاكو 5 مشاركات 4 اهداف، ما صنعش ولا هدف، ولكن في رايي في هدفين على الاقل ضيعهم تيمو فيرن الماتش اللي فات قدام توتنهام في اقل من 10 دقائق بس الحقيقه. ده كان في افيهات كتير قوي على الموضوع ده الحقيقه، على الموضوع ده. فصنعت الفرص 6، التصويبات بتاعته 6 من 17، التمريرات الصحيحه 85%، يمكن 77 تمريره صحيحه من اصل 91، التحامات الهوائيه الصحيحه 12 من اصل 34، والمراوغات الصحيحه 7 من اصل 14، وده رقم بالمناسبه مميز جدا لسترايكر ببروفايل
لوكاكو في الدوري الانجليزي ممتاز قدام مدافعين في احجام مش صغيره عشان دبابه ابن اللذينه يعني بيدوس على المدافعين وهو رايح الجول بياكلهم. طيب نروح لجاك جريليتش. طبعا انا بشوفه واحد من اهم الصفقات في العالم السنه دي بصراحه. طبعا بما ان قاعد ماده احسن حد في كل حاجه قدام في السيتي وجريليتش ومع جوارديولا فتمام جدا. لا هو طبعا جاك جريليتش مؤكد ان هي نقله كبيره بالنسبه له. طبعا لاعب مهاري وكل شيء، لكن لما تروح نادي بحجم السيتي مطلوب منك ان انت تكسب بطولات طول الوقت، مطلوب منك ان انت تقدم الاضافه في وسط مين بقى، يعني كفايه كيفن دي بروين، انت مطلوب منك تعمل اللي بيعمله واكتر علشان تثبت حتى احقيتك بالرقم. وكل الفرق نجوم بصراحه، الفرقه بقى رياض محرز وغيره وغيره برناردو سيلفا حتى برناردو اللي سيلفا كان خرج من الحسابات رجع تاني وبقى موجود وبتالق وغيرهم وغيرهم. الحقيقه سكواد مانشستر سيتي سكواد مميز. جريليش البدايه بتاعته نقدر نقول فوق المتوسطه وبدايه جيده، اقدر اقول جيده، مش يعني مش هبخس له حق، لكن انا متاكد ان لسه جريليش مع استمراريه الموسم. وخلي بالك كمان فكره التغييرات الكتير اللي بيعملها جوارديولا في التشكيل بقى، هو عنده سكواد يعني، فدي برده ما بتديش الفرصه ان حد يكسر كل حاجه ويكسر كل الارقام ويعمل ارقام اعجازيه، لكن انا شايفها بدايه جيده. جريليش ارقامه لعب لحد دلوقتي 7 مباريات مع السيتي، احرز هدفين وصنع هدفين وصنع 7 فرص محققة، وده برضو رقم مميز جدا. يعني تتكلم في كل مباراة فرصة محققة، الفرصة المحققة دي بتبقى أشبه بالأسيست، يعني إنه هو بيدي فرصة هدف. صوب 5 تصويبات على المرمى من 12 تصويبة، عنده 88% نسبة تمريرات صحيحة، لأنه مرر 263 تمريرة من 298، وده رقم عالية جدا. جدا طبعا. وخلي بالك جريليش دايما من اللعيبة اللي بتمرر لقدام، فإنه يعمل 88% ده رقم مميز. تمريراته البينية 9، وبرضو عنده رؤية في الدور ده، وراوغ 16 مراوغة صحيحة من 24، وده برضو نسبة وعدد رقم محترم جدا. لا هو جامد بصراحة، جامد جدا. جاك جريليش السنة فاتت جاك جريليش أكتر لاعب في البريمير ليج اتعمل عليه فاولات من كتر ما كان دايما بيحب يعمل الدريبلينج والترقصات. أنا على فكرة بتفرج عليه من قبل ما يجي السيتي، يعني أنا ما بحبتش جريليش عشان جه السيتي، أنا بشوف واحد من أهم اللعيبة في الدوري الإنجليزي الحقيقة الموسم اللي فات بالذات. طيب نسيب الدوري الإنجليزي ونروح لصفقة برضو كانت من العيار التقيل، وبالمناسبة في ناس كتير جدا حتى يعني حتى طبعا اكيد واحد من اسباب انه ميسي وافق انه يروح البي اس جي هو رغبته في انه يحقق تشامبيونز ليج، وبالتالي يقوي من فرصته في انه ينافس على لقب افضل لاعب. لكن الناس النهارده بتقارن برده مقارنه من نوع تاني، رونالدو بيلعب في البريمير ليج اقوى دوري في العالم وقادر يسجل وقادر يتالق مع المان يونايتد، وميسي زي ما بيقولوا في اوروبا، يمكن ده مش في السوشيال ميديا عندنا بس في السوشيال ميديا في اوروبا بيقولوا بيلعب في دوري المزارعين، هم مسميينه الدوري الفرنساوي كده فارمرز ليج. فبيقول لك ده مش قادر يؤدي في الفارمرز ليج وده بيلعب في البريمير ليج وقادر يكون بمنتهى القوه. المقارنه لسه موجوده بين ميسي ورونالدو. مينا انا شايف انها مش مقارنه عادله لاسباب كتير. اول حاجه طريقه اللعب، يمكن ليونيل ميسي هيعاني شويه صغيرين مع طريقه بوتشيتينو اللي طول عمره وهو عنده مشكله عامه بالمناسبه في الفريق، وكتر النجوم دي مش دايما تبقى ميزه ليك. الخط القداماني معروف جدا عن طريقه لعب ماريسو بوتشيتينو الضغط العالي، وان انت ازاي بتقابل الفريق اللي قدامك من عند مناطقه عشان ما يطلعش في الهجمه. لما بيكون عندك ليونيل ميسي ونيمار ومبابي وديماريا صعب جدا بالكومباينيشن دي انت تعرف تستمر فكره الضغط العالي. خلينا نقول الماتش اللي فات كانوا بيلعبوا ليون وكسبوا في الاخر 2-1، ميسي قدم اداء في رايي كان كويس جدا، لعب فاول رائع جه في سوكه العارضه كان ممكن يبقى هدف جميل جدا، وكان في بينالتي لكن لعبها نيمار فبرضه كان ممكن نطلع في الماتش ده كان ميسي جايب جونين. في الاخر المشكله اللي حصلت لما تم استبداله يمكن في الدقيقه 70 طبعا ونزل اشرف حكيمي، ولكن هي الفكره هنا عامل السن، وانه ليونيل ميسي اعتاد على طريقه معينه في برشلونه، طريقه معامله معينه ونوعيه برضه فريق مختلفه خالص دلوقتي، انه ميسي جاي وسط معلمين كتير زي ما بنقول يعني باللغه الدارجه. انت مش لوحدك نجم في الفرقه بالظبط. وحتى فكره ضربات الجزاء طلع بوتشيتينو واتكلم قال لك هي الفكره كلها ان نيمار بقى له فتره طويله معانا فهو ليه الاحقيه انه يلعب ضربات الجزاء، ودي نقطه يمكن ممكن تكون مضايقه ميسي شويه، لكن في الاخر المدير الفني عمل تغييره ونزل حكيمي اللي عمل اسيست الجون الثاني فمحدش يقدر يتكلم معاه. لكن المقارنه مش عادله قوي، ولكن برضو الحقيقه ان رونالدو استثنائي في رايي ورغبته دايما هو از انيمال زي ما سموه، هو اجريشن مش طبيعي ودايما عايز يكسب وعايز يجيب اجوان وعنده فريق بيساعده، هو ماستر موتيفيشن، عنده قدره انه يخلق لنفسه دايما الحافز ويخلق الدافع عشان ما يقفش. يعني حقيقي جزء كبير من نجاحه مش الموهبه، الحقيقه بشوف ان موهبته عاديه او اقل من عاديه، لكن فكره انه واحد بيطور من نفسه وبيشتغل على نفسه هو ده مصدر نجاح رونالدو الحقيقي. طيب نشوف ارقام ميسي. اوكي اتفضل. يمكن لغايه دلوقتي ليونيل ميسي لعب 3 ماتشات بس في مع بي اس جي، ولا هدف ولا صناعه هدف، 4 فرص صناعة وده رقم مقبول جدا،
تصوبات 3 من اصل 7 على المرمى، التمريرات الصحيحه 83%، 106 تمريره من اصل 132، تمريرات البنيه 9، ده رقم كويس جدا بالذات انه عنده وينجرز كتير بيعرفوا يجروا دلوقتي لانه تحول لشادو سترايكر او ساعات كمان صانع لعب. المراوغات الصحيحه بتاعته 13 من اصل 16، ومين يقدر يرقص احسن من ميسي يعني؟ صحيح صحيح، بس هو لسه ما جاش يعني، خلينا متفقين لسه ما جاش. ميسي ده بالانتقال لباريس سان جيرمان تحديدا يعني بيمثل خطوره كبيره على الايمج ليونيل، الاسطوره ليونيل ميسي، لان هو حط نفسه في موضع ان لازم يحقق انجاز اوروبي مع هذا الفريق، لان الفريق من غيره وصل فاينل وكان قريب، ولسه مجموعه النجوم كلها موجوده والناس بتتكلم عن ان ده فريق الاحلام واقوى فريق احلام جه في تاريخ الكره الحديثه. ففكره انه لو فشل ليونيل ميسي مع باريس سان جيرمان دي هتؤثر على التقييم النهائي لمسيره هذا اللاعب، وبالتالي هو حاسس بهذا الضغط. وطبعا فكره انك برضو تبقى قاعد اكتر من 20 سنه في مكان في نادي برشلونه في الحاله دي طبعا، وبرشلونه دي دوله يعني، يعني وكانك كنت مش بس دوله يا دكتور وليد، ده كان معاه جيل ذهبي يعني، يعني كان معاه في سكواد تخلي اللي ما بيلعبش كوره يلعب. انا يعني بقولك حتى الابعاد السياسيه يعني، حتى منطقه كاتالونيا كانت بتعتبر ان ده هو ملك هذه الدوله اللي عايزه تستقل يعني. هم كان في حسابات كتير جدا مخليه حاله واسطوره برشلونه مع ميسي مختلفه تماما. فانا اعتقد انه بيواجه ضغوط كبيره، وعارف هو شايف المستقبل عامل ازاي، وبالتالي هو فكره انه يخرج من الملعب هو بالنسبه له ده فكره مش مقبوله. عمره ما خرج اساسا لاسباب، ما خرجش قبل يعني، يا اصابه يا الماتش منتهي فبيريحوه. خرج لاسباب فنيه في 2007 يعني، تخيل الموضوع بعيد جدا. فهو ما كانش حتى ميسي يعني، ما كانش ميسي يعني. انا بقى منتظرين شخصيه ميسي، هل ميسي هيقدم لينا شخصيه اللاعب القادر على انه يتحمل المسؤوليه ويتحمل الضغوط ويقدر يحقق النجاح من هذه التجربه اللي بتمثل، وهو عارف ان هي بتمثل نقطه فارقه في مسيرته؟ هو ده اللي هنشوفه لحد نهايه. طيب في حد لفت نظركم بره الاسماء اللي من العيار الثقيل يعني، في اي دوري من الدوريات مش بالضروره الدوري الانجليزي، هل في لاعب ظهر بشكل حاسس انه هيكون مفاجاه الموسم دي؟ والله الموسم يعني انا شايف دومفريز مثلا مع الانتر انطلاقته حلوه قوي، شفناه في اليورو. شايف رغم الصعوبات اللي بيواجهها برشلونه، لكن ممفيس ديباي لازم نقول انه عامل الحقيقه مجهود هايل جدا، وهو اللاعب الظاهر مع البارسا في معظم المباريات اللي يعني هو جه البارسا عشان يكسر الدنيا، فالبارسا يعني خدته واحبطت اماله. بس عايز اضيف على كلام دكتور وليد، اراوخو كمان من برشلونه طبعا شايل الفريق لوحده الحقيقه، سنتر باك الروح اللي بيلعب، روح فعلا فعلا مختلفه، ويعني باين قد ايه الراجل ده قادر يشيل الفريق وحايز يعمل حاجه، وانقذ الفريق يمكن الماتش الاخير. وبشكل عام انا شايفه حتى قدام البايرن قدم مباراه كبيره جدا جدا. طيب عايز اقفل الدوريات، وعايز اتكلم معاكم في موضوع كاس العالم من محورين. المحور الاول اللي كانت طرح فكره انه كاس العالم يقام كل سنتين، والفكره لاقت تأييد كبير من البعض، ولاقت هجوم وانتقادات ورفض عنيف من البعض الاخر. الفكره اسبابها مردودها ممكن يكون ايه على كره القدم، مع او ضد انها تقام كل سنتين؟ خليني اشرح الموضوع كده باختصار. الاتحاد السعودي قدم فكره للفيفا انه عايز، بشايف انه الافضل ان كاس العالم يتلعب كل سنتين، ده هيكون ده افضل فنيا وجماهيريا وتسويقيا وكل شيء. هذه الفكره راحت تم دراستها من لجنه التطوير اللي بتضم خبراء على اعلى مستوى يعني، اعلاهم او يترأسهم ارسن فينجر طبعا، الاسطوره اسطوره التدريب الفرنسي. ارسن فينجر واحد من عرابي هذه الفكره واللي اقتنع بيها بشكل كبير وقدمها، لان خلي بالك الميديا بتقدم هذه الفكره بشكل منقوص شويه. احنا هنلعب كاس العالم كل سنتين من غير تفاصيل. فكاس العالم كل سنتين ارسن فينجر طبعا، ده جيان انفانتينو رئيس الفيفا حاليا يعني، جاي في اي مصلحه بصراحه؟ لا يعني يعني لا، هو شخصيه انا لسه يعني بالمناسبه بالصدفه يعني جاي لي ميموري النهارده، انا من سنتين كنت قاعد مع انفانتينو في ايطاليا في ميلانو على هامش مؤتمر الفيفا، وهو شخصيه على فكره دبلوماسيه وسياسيه يعني فظيعه جدا. المهم وملم بكل التفاصيل اللي تتخيل يعني، انا قاعد بكلمه في كره مصريه وكره افريقيه، والراجل دارس وحافظ كل حاجه. فارجع تاني للفكره، هو ارسن فينجر لما جاء قدم الفكره قال لهم والله يا جماعه تعالوا، انتوا دلوقتي بتلعبوا كاس عالم كل 4 سنين، وعندكم توقفات دوليه كل سنه في اشهر سبتمبر واكتوبر ونوفمبر ومارس، 4 توقفات دوليه بتوقف لكم الدوريات 4 مرات. فتعالوا نعمل فكره مختلفه. ايه هي الفكره؟ ان احنا نعمل توقف دولي واحد بس كل سنه، يكون في شهر اكتوبر، نعمل فيه تصفيات، وكل سنه شهر يونيو من كل سنه ينتهي ببطوله كبيره، مثلا 2022 مثلا ينتهي بكاس العالم، او بلاش 2022 هم عايزين يبداوا من 2026 تمام. 2026 في شهر 6 كاس العالم، نيجي اكتوبر نعمل تصفيات اليورو،
في دوره مجمعه واحده مدتها شهر. قال لك بقى عشان اللعيبه ما تسافرش وتجهد وتفضل اربع شهور وتوقف دوريات، انت وقفلي دورياتك مره واحده بس في السنه، نعمل دوره مجمعه نعمل فيها تصفيات، وفي 2027 نعمل اليورو، نعمل بطوله افريقيا، ونعمل بطوله اسيا، ونعمل بطوله امريكا الجنوبيه. أي. تمام. وفي 2027 البطوله دي الاكتوبر اللي بعدها، اكتوبر اللي بعد البطوله تبقى فيها دوره مجمعه لتصفيات كاس العالم اللي بعدها، وهكذا بالتبادل سنه بعد سنه. قال لهم الفكره دي هتوفر لكم سفر، توفر لكم مجهود، انا اضمن لكم بالمخطط ان في من 20 ل 25 يوم وفلوس. اهم حاجه بقى الكاشات، دينيروس. دينيروس سيب تحليل للاخر. دينيروس. من 20 ل 25 يوم راحه سلبيه، انا اضمن لكم ان الجدول هيتحط بالشكل ده. ارسن فينجر قال لهم، او الفيفا بقى على لسان انفانتينو، قال ان ده افضل للاعبين وافضل للكوره وافضل كمان للماركتنج والتسويق، لان ده هيجيب لنا رعاه وسبونسرز بشكل كبير جدا. وحقوق بس بقى طبعا كل سنتين. لكن طبعا في معارضه من اتحادين كبار، الويفا الاتحاد الاوروبي معارض تماما للفكره، والاتحاد كونميبول اتحاد امريكا الجنوبيه معارض. مين اللي موافق؟ الاتحاد الاسيوي طبعا موافق وبيدعم هذا الاقتراح. واتحاد امريكا الشماليه والوسطى، ويبقى الاتحاد الافريقي لسه ما حسمش موقفه بشكل كبير. لكن يبدو ان الموضوع متاخد جد، مش مجرد فكره اترمت، لان انفانتينو مش سوبر ليج يعني، لا متاخد جد. ده طبعا ده رئيس الويفا اللي بيعارض بشكل اللي بيعارض كل اي هو في خلاف بينه وبين انفانتينو على طول الخط، وهو يبدو ان هو متضايق من انفانتينو، لان انفانتينو كان موقفه مايع من السوبر ليج، كان اقرب انه بيسنده من تحت الترابيزه. أيوه. ما هو جابه لنا هنا، انفانتينو جابه افريقيا، قال لك السوبر ليج لو ما اتعملش في اوروبا نجيبه افريقيا. هو برضو واحد من المؤيدين، لكن ما كانش عايز يأيد بشكل كده واضح وصريح. فاحنا في انتظار غالبا مؤتمر الفيفا، الفيفا كونفرنس في 2022 اللي هيبقى على هامش كاس العالم ان شاء الله في قطر. اعتقد ده هيكون فيه تصويت على الفكره، واعداد الدول الاسيويه واعداد الدول الافريقيه مع امريكا الشماليه هتعمل أغلبية وهتوافق للفكرة. لكن يبقى طبعا الويفا بيهدد طبعًا بالانسحاب من كاس العالم. مش هينسحب، مفيش حد بينسحب، لكن زي ما بقول لك هو تصارع وصراع قوة بين الاتحاد الأوروبي والفيفا، وهنشوف بقى مين اللي ممكن يكسب في النهاية. بالمناسبة خليني، يمكن أنا ما اتكلمتش عشان هو مش صفقة، لكن الحقيقة واحد من اللعيبة اللي تألقت بشدة الحقيقة في السنوات الأخيرة، وأنا بشوفه الحقيقة يمكن حتى ولو كان إيرلينج هولاند او هولاند، يعني سميه زي ما تسميها، تمشي الاثنين، متالق جدا بقوه، لكن انا بشوف ان هو نمره واحد على مستوى رؤوس الحربه في العالم كله في الفتره الحاليه، روبرت ليفاندوفسكي طبعا مهاجم بولندا وبايرن ميونخ، اللي بالمناسبه يمكن استلم الحذاء الذهبي كافضل هداف. دي لقطات طبعا من حفل تسليمه الجائزه. مهاجم شيك، يعني في مهاجمين، يعني مثلا لوكاكو مهاجم طبعا محترم جدا واسم، لما تختار راس حربه كويس لازم تحط لوكاكو، لكن ليفاندوفسكي بيلعب الكوره ليه ستايل تحب وتستمتع وانت بتتفرج عليه. طبعا هو بعدين كمان يعني جاب فورمه مع بايرن ميونخ، فورمه مهاجم برده ما بنشوفهاش كتير. وتكامل ان ما فيش نجوم في بايرن ميونخ السوبر ستار، ما فيش ميسي، ما فيش رونالدو، ما فيش صلاح، ما فيش امبابي، وما فيش نيمار، مخليه حاله ليفاندوفسكي حاله مختلفه، ومخليه الدعم اللي بيجيله كمان مسانده. فلا، وبعدين كمان ده بقى مستفز جدا، ده كل جايزه ياخدها يحطها جنبيه في السرير ويصور، يعني ما عادش في مكان. صحيح. يعني الراجل هيكمل مع البايرن، ولا شايف انه ممكن ليفاندوفسكي يكون في واحد من الانديه الكبيره بره المانيا؟ اعتقد ان هو الكام ستات دايما مع البايرن صعب في السن الحالي، خلاص فرص خروج ما بقتش سهله، خاصه حتى الانديه الكبيره اغلبها قدر يوفر الاسترايكرز اللي بيدور عليهم، لكن يظل طبعا روبرت ليفاندوفسكي سفاح مرعب. طيب المحور الثاني، احنا اتكلمنا عن مسابقه كاس العالم كمسابقه، لكن المحور الثاني هاخدكم شويه لكاس العالم من وجهه نظر مصر. وانت عارف طبعا ان احنا داخلين على معسكر قبل ماتشين ليبيا، تولى كارلوس كيروش المسؤوليه، وكل الارقام بتاعته منتخبات انديه بتقول انه مدير فني محترم، اسم كبير الحقيقه، لكن الظروف اللي قصاده بتواجهه صعبه بينا، توقيت صعب، مشوار مصر في تصفيه كاس العالم حطينا نفسنا في موقف مش لطيف، المواجهه اللي جايه مع مواجهتين مع ليبيا، وليبيا هي اللي اصبحت مصدر التهديد الحقيقي للصداره بتاعت مصر، فازاي شايف المشوار ده، وخصوصا انه كان واحد من قراراته انضمام كل اللاعبين المحترفين؟ انا اول حاجه سعيد جدا 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 ان كارلوس كيروش اصبح مدير فني لمنتخب مصر، يمكن بعد اقاله كابتن حسام البدري، حتى انا شخصيا طرحت شويه اسامي قلت اتمنى نشوف واحد فيهم. رغم ان كان كل الاسامي اللي موجوده وقتها الاسامي التقليديه اللي احنا عارفينها، يعني المدربين في اغلب البرتغاليين اللي كانوا موجودين. كارلوس كيروش اسم كبير جدا في الكوره، وسي في محترم، وارى ان ده احسن سي في دخل مصر
طول تاريخه. وعلى ذكر كنا لسه بنتكلم على كريستيانو رونالدو، فهو واحد من مكتشفين كريستيانو رونالدو طيب. وكثير من جيل حتى مانشستر يونايتد التاريخي، باتريس إفرا وروي كين، حتى خناقته الشهيره هناك في مانشستر يونايتد وفان نيستروي، اسامي كتير جدا. فكارلوس كيروش اعتقد انه جاي يشتغل، الراجل ده في تاريخه مع المنتخبات رائع. يمكن دايما بنبص على اخر تجربه وهي الاهم بتاعت ايران، اكتر منتخب شبهك لما وصل يمكن واستلم، وصل معاه مرتين كاس عالم وقدم حقيقه. كل نسخه كان بيتطور أيوه. بشكل افضل. خلينا نقول ان نسخه 2014 كانت نسخه دفاعيه اكتر شويه من كمان من 2018، ولكن وجود لعيبه بتخدم طريقه لعبه ممكن نبقى نتكلم عليه. لكن ما شفنا في 2018 بقى عنده واحد زي رضا علي جهنبخش، لعيب طوره بشكل كبير جدا، سردار ازمون واحد من احرف السترايكرز الموجودين في اوروبا في رايي. كل اللعيبه دي خدمت وخليته يظهر بالشكل الرائع اللي اتفرجنا عليه في كاس العالم، وكان يعني رقم صعب جدا في كاس العالم اللي فات في واحده من اصعب المجموعات في كاس العالم. الصراع الاهم ممكن الوقت، ولكن شايف انه يعني اتحاد الكره بيحاول يديله فتره كويسه. عنده مباراه وديه يوم 30 ان شاء الله قدام ليبيريا، وبعد كده يخش في المعسكر. اختيار كل المحترفين في رايي اختيار منطقي جدا بطبيعته. على فكره بالمناسبه من ايام ايران كان دايما بيحب يجيب اي لعيب حتى عنده الدبل ناشوناليتي، اي لعيب حتى لو عنده جذور من بلد تانية بيجيبها ويحاول يديهم فرصه يظهروا مع المنتخب الوطني. وهي فرصه ان اول حاجه يكتشف كل لعيبه المحترفين المصريين، وفي نفس الوقت اللعيبه دي بتلعب بشكل مستمر في دورياتهم، فليه ما يكونوش موجودين على الاقل بضمن فكره الفيتنس اكتر من اللعيبه المصريه اللي موجوده والدوري بتاعنا لسه مش شغال. فالاسامي اللي جابها اعتقد ان هي المنطقيه، التسع اسامي المنطقيين جدا، يمكن ينقصهم لاعب واحد تريزيجيه ان شاء الله لما يرجع من الاصابه. كوره كارلوس كيروش، فكر الراجل ده ايه؟ هيكتور كوبر في نفسه، ولا حد ممكن يلعب كره هجوميه بيفكر في الكره الممتعه، ولا بيلعب تجاري يحقق الهدف وخلاص؟ شوف، انا كان ليا حوار مع صحفي برتغالي وواحد من العاملين يعني في مجال كره القدم المشاهير في البرتغال، وقال لي انتوا يعني جالكوا مصر هديه من البرتغال، لان ده صانع، وهو مش واخد حقه في، هو اللي قال لي كده، مش واخد حقه في الميديا البرتغاليه، لانه صانع نهضه الكره البرتغاليه الحاليه من بداياته في اواخر الثمانينات وبدايات التسعينات مع منتخب الشباب ومنتخب الناشئين. فقال لي لازم تستفيدوا بالراجل ده قدر الامكان في كل حاجه، سواء كمدرب للمنتخب الاول او حتى عينه كمان على قطاعات الناشئين ومنتخبات الشباب. سريعا، التكتيك بتاع كارلوس كيروش مناسب جدا لينا، لانه راجل اولا بيعرف يشتغل بالطريقه المناسبه للادوات اللي بيشتغل بيها او المتاحه ليه، خططه حتى طريقه لعبه الرسم المبدئي بتاع لعبه مناسب لينا، لانه بيلعب 4-2-3-1 طريقتنا المشهوره، و4-1-4-1 اللي مناسبه بالمناسبه يعني لينا حتى كامكانيات افراد، لان الطريقه دي لو لعبنا بيها واجدناها اعتقد هنلعب بيها بشكل كبير. راجل عنده توازن محترم جدا، لا بيدافع دفاع بحت لمجرد دفاع، ولا بيهاجم ويفتح خطوطه بيلعب الكره يعني الغير متزنه، راجل بيلعب بكره منضبطه، بيعرف يتعامل مع النجوم زي ما مينا اتكلم انه مدرب منتخبات، ودي ميزه كبيره جدا، لان فلسفه مدرب النادي غير فلسفه مدرب المنتخبات. راجل عنده فنجاده هيكون خير عون ليه، وهيعرف يساعده لانه عنده سابق خبرات بالكره المصريه. راجل جاي بسلسله نجاحات واسم هيخلي كل اللعيبه غصب عنها تحترمه وتنصاع ليه. وفكره اختياره المحترفين، لو كان عمل اي حاجه غير كده انه يختار كل المحترفين المتاحين، انا كنت هشكك في قدراته، لان هو ده المنطق. اللعيبه اللي بتلعب وبتشارك هي اللي تكون موجوده، واشوفها واختار اللي انا عايزه وما اختارش اللي انا عايزه. في مقابل ما عنديش مسابقه مصريه كانت شغاله، وما عنديش الا المجموعه بس اللي كانت في منتخب مصر، فده قرار صحيح انا بايده فيه، وانا متفائل جدا بتجربه كارلوس. نتمنى ان شاء الله انه يكون موفق وينجح في مهمته، واللي بالمناسبه مش مهمه مستحيله، ممكن تبقى صعبه لكنها ليست مستحيله، وبالتاكيد حد بخبراته وكفاءاته وتجربته الحقيقه سواء انديه او منتخبات يقدر ان شاء الله يكون يصنع فارق مع منتخب مصر. بشكركم، وقتنا بيجري معاكم هوا، بشكركم شكرا جزيلا دكتور وليد الحديدي، مينا ماجد، على وجودكم معانا، وان شاء الله باذن الله يتجدد اللقاء معاكم في حلقه العالمي يوم الاربعاء اللي جاي. وبشكر طبعا جمهور النادي الاهلي على المتابعه، وان شاء الله نتقابل في مناسبه يكون فيها النادي الاهلي راجع لشكله وراجع لمستواه وراجع لادائه. عندنا مباراه امبي، كل التوفيق لرجالتنا، وقادرين حتى ولو كان الوقت ضيق نرجع، مهم كل واحد يقف يراجع حساباته بشكل كويس. الاهلي اسم كبير جدا وجماهيره عريضه جدا تستحق الكثير والكثير. بشكر حضراتكم على المتابعه، ونتقابل مع بدايه الاسبوع الجاي ان شاء الله وحلقه جديده. تحياتي لحضراتكم.